اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ ما عندكيش شغل بكره ولا ايه؟ خدت اجازه. كنت عايزه اقول لك على حاجه. انا احتمال اسافر الاسبوع الجاي. تسافري؟ تسافري فين؟ المانيا. طيب ما هترجعي امتى؟ مش عارفة، بس لو الدنيا كويسة مش هرجع تاني. ايه مالك؟ مش عارفة، قلبي اتقبض مرة واحدة كده. سامحيه، هو مين ده؟ مروان. اسمعي مني، انا افهم في البني ادم اكتر منك، خصوصا الرجالة. انتي اللي بتقولي كده بعد كل اللي عمله فيا؟ زي ما كل واحدة فينا عملت اللي عملته، ورغم كده بتحب الناس اللي غلطت في حقها. غلطت في حق نفسي رغم اني ما بكرههاش، لما سبت كل الناس اللي انا بحبهم وجيت هنا. كان غصب عنك وانت قلتي لي كده. كان ممكن ادور على اي حاجة تانية اعملها، بس انا كنت فاكرة اني بجبرهم يجوا يعيشوا جنبي ويقفوا جنبي غصب عنه. قلت لك قبل كده اني كنت هعمل زيك وانتحر، بس كنت لوحدي وما لقيتش حد يقف جنبي، وعرفت ان انا اضعف من كده بكتير. يعني تموتي نفسك عشان تبقي قوية؟ لو كل واحدة فينا كانت قوية كانت عرفت تعيش حياتها صح، بس احنا اضعف من كده بكتير. انا هار عشان تعودت ان انا هرب. هسافر مع واحد عرفته، ما عرفش ممكن يعمل معايا ايه. يمكن يطلع كويس يمكن يطلع وحش، بس المهم هجرب في حتة تانية. اسمعي مني، مروان طيب بس غبي، ما عرفش يفرق بين اللي يثبت لابوه انه بيحبه وانه جدير بثقته وبين الحياة اللي لازم يعيشها. فلسفت عليك شوية. ده يا حبيبتي ولا يهمك، قولي كل اللي جواكي انا هسمعك. السنين اللي فاتت ديت انا بيت كل حاجه جواني، يمكن من ساعه ما ابويا وامي ماتوا او من قبل كده ما اعرفش. من ساعه ما بقتش احس براحه رمضان ولا بالعيد والهدوم الجديده، من ساعه ما نسيت صحابي القدام ابتدائي واعدادي وسنة. اسمعي مني، الدنيا قلبت كل حاجة فيه، مش عارفين ايه الكويس وايه الوحش. والله زي ما بقولك كده. انت كويسة يا حبيبتي؟ انا كويسة، كويسة جدا. عاملة ايه مواجيه؟ عادي. خلي بالك منه. انتي بتحذريني ولا ايه؟ يعني متكونيش خايفة عليا ولا حاجة. وهي دي حاجة وحشة؟ لا يا حبيبتي مش حاجة وحشة، بس أنا مش عارفة ليه يعني كده من جوايا لسه مش قادرة أرتاح لك. ان انتي وراكي مصيبه جايه تعملها لنا. والله انا كمان حاسه بكده ناحيتك بالظبط، وعارفه كويس قوي انك مش طايقاني، بس خلينا نقول ان احنا في الاخر اخوات. من امتى يا حبيبتي؟ لا ده غصب عننا مش بمزاجنا. طب بقول لك ايه، اخبار الست الوالده ايه؟ اكيد مش مبسوطه، واكيد بتحاول تنسى وتخرج من اللي هي فيه. طب سؤال سخيف معلش، ممكن؟ سخيف؟
لا يا حبيبتي خدي راحتك، قولي اللي انت عايزاه. عامة انا متوقعة منك اسخف حاجة في الدنيا. هي ازاي ست والدتك قدرت تقتل كده عادي؟ ولا هي متعودة؟ لا ده الموضوع كمان ممكن يبقى وراثة، يعني انا كمان ممكن اعمل زيها بالظبط مع اي حد ما عندوش دم، بس بحاول امسك نفسي. خلي بالك بقى. مخليه يا بالي، ما تخافيش. هاتي 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 عندك، سيبيها سيبيها، هاتي المفتاح. انا عمري في حياتي ما كنت مبسوط زي النهارده، مع اني رحت الغردقه دي مليون مره. انا مبسوطه قوي ان انت مبسوط. وانا بحبك. وانا كمان اكتر بكتير. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا كلمت الدكتور محمد وحددت ميعاد العمليه من غير ولا كلمه عشان خاطري. وكمان من هنا ورايح انت ملكي على فكره، مش ملك نفسك، وهتسمع كلامي انا وبس. بس انا خايف. من ايه؟ خايف لموت. انت اللي تقول كده؟ ده انت دكتور يعني وعارف ان العمليه دي بسيطه وسهله قوي. خوفي من الموت ملوش علاقه بالعمليه. وانا حبي ليك مرتبط بالعمليه. ايوه على فكره، انا مش عايزه اشوفك وانت بتتالم وزعلان ومتضايق، عايزاك تبقى مبسوط، عايزاك تبقى دايما مبسوط، عايزاك تشيل موضوع المرض ده من دماغك تماما، وده مش هيحصل غير لو عملت العمليه. طب خلاص، انا هكلم محمد علشان اشوف المتبرع. لا يعني انا عارفه ان انت لو شفت متبرع دلوقتي هيصعب عليك وتقرر ان انت اصلا مش عايز تعمل عمليه. خلاص انت مستعجل على ايه يعني؟ هتشوف يوم العمليه وخلاص. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ اي حاجه. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي؟ ازاي بس؟ احنا بكره الصبح هننزل نروح المستشفى عشان نرتب كل حاجه. وعملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ كله زي ما حضرتك امرت، كله تمام يا باشا. كله. انا عايز البلد كلها تدعي لي. يا باشا اعتبر البلد كلها في عبك. لا انا مش عايزها في عبي، انا عايزها ترفع ايديها للسما كده وتدعي ان ربنا يحميني. يا مين دي يا باشا؟ البلد. البلد. عايز اكبر راس في البلد دي يبقى في ايديا كده هو. اوامرك يا باشا. يلا. انت ايه اللي حصل لك؟ كان لازم تتزحلق في الحمام. الحمد لله اللي جت عليك. ماشي. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا. مين دي يا بكر؟ دي التاريخ يا باشا. التاريخ. اهلا وسهلا. اهلا بيك. سوري قوي لو كنت جيت من غير معايا. لا يا فندم، ده حضرتك تشرفي في اي وقت. اتفضلي يا سعد. ميرسي قوي. اتفضلي سعادتك. ميرسي. نقعد في الجنينة أحسن؟ زي ما تحب. اتفضلي. هنا كويس؟ اللي أنت عايزه. لا، التاريخ لازم يقعد في أحسن حتة عندي. اتفضلي. ميرسي ميرسي قوي. اتفضلي سعادتك. ميرسي. تحبي تشربي ايه؟ اعملي قهوه. حضرتك بتكلميني انا؟ اعملي قهوه. اعمل لها قهوه؟ انت مش تقول انها تاريخ؟ اعمل لها بقى اخويا. تاريخ يا باشا. حاضر، تحت امرك. اهلا بيك يا فندم. زعلانه منك؟ يا باشا ده انا ادفن نفسي بالحياه لو ازعل واحده زي سعادتك. انما يعني هو لا مؤاخذه، احنا نعرف بعض قبل كده. ما هو ده اللي مزعلني منه. ازاي ما نعرفش بعض؟ انت ازاي ما حاولتش تتصل بيا طول الفتره دي؟ صحيح. لا في دي عندك حق. اوعكم ما تعرفنيش. لا 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 لا، ازعل منك قوي قوي لو ما تعرفنيش. ازاي يا فندم؟ هو حد ما عرفش تاريخ؟ ده احنا حتى درسناك واحنا صغارين. دمك خفيف. الله يخليك. انا اعرف ايتن كويس قوي. ايتن؟ ايتن بنت خالي. ما قالتليش يعني. تعرف؟
انا ما فيش فستان لبسته الا لو كان من تصميم شركه ايتن. انا حتى اعرف سمير جوز امها كويس قوي، كنا اصحاب قوي وحبايب، حتى امها عرفها، كانت ست لطيفه بس غبيه. ايه في دي فعلا عندك حق. ايتن جات لي واتكلمت انا وهي، عشان كده انا جيت لك. واضح انك حد شاطر قوي قوي، فاهم الدنيا كويس وعارف ازاي تستغل الفرص. الاهم من ده كله ان الدنيا دي مقسومه نصين، نص عايز يشتري الجزمة والنص التاني بيلبس الجزمة. واضح انك انت قررت انك تكون من النص الاولاني، صح؟ لا، انا قررت اكون المصنع اللي بيصنع الجزمة. ضحكتني. طب اسمع بقى يا شاطر، المصنع ده له صاحب. برضه لا، المصنع ده له مدير، والمدير بيتغير. انا بقى اكون صاحب المصنع اللي هيغير المدير ويعين اللي على هواي. انت كده هتعادي ناس كتير قوي. عادي، مش مهم، اللي بيحضر العفريت بيعرف يصرفه او يلبسه. نطلعه صعب، نعمل له زهر. بقولك ايه، انا هجيب لك الكلام كده من الاخر. اسمع يا شاطر، انت كفايه عليك قوي لحد كده، مش مسموح لك انك تكبر اكتر من كده. وبعدين يعني ممكن نسيبك تلعب في التراك بتاعك عشان تعرف قد ايه احنا كرمه. طب ما انا عندي كلام تاني، ان اللي مش هيجري معايا في التراك بتاعي مش هلاقي مكان يقعد فيه غير دكه الاحتياطي. القهوه يا هانم. ايه ده، عاملها لي بنفسك؟ يا سلام، ده شرف ليا يا فندم. ميرسي قوي. بقول لك يا ابو كرمه، اؤمر يا كبير. عارف انت يا ابو كرمه البرامج المدفوعه الاجر دي يعني ايه؟ يعني مش معقوله واحد زي رجل اعمال مهم في البلد، صاحب اكبر حزب سياسي، ما يطلعش في التلفزيون. قصدي سعادتك يعني عايز برنامج سياسي؟ اعوذ بالله، سياسه ايه وجع قلب ايه؟ امال ايه يا باشا؟ انا عايز البرامج اللي هي بيطلعوا يعيطوا فيها دي. عايز اعيط شويه يا ابو كرم، عايز اصعب على الناس، عايز الناس تحبني وتدعي لي. ها؟ عيط اخويا، عيط. خلي بالك انت حبيب ابو احمد، حبيب ابو كرم. مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك. انا قلت اول واحده لازم تشوفني واقف على رجلي هو انت. انا بجد مبسوطه قوي. وانا كمان عندي ليكي خبر مهم جدا. ايه؟ انا شغلت هنا في الشركه ناس تهمك. مين؟ اخوات خليل. الله، ايه ده، انا كنت فاكر انك هتبقي مبسوطه. انا فعلا مبسوطه بس مستغربه شويه. ليه؟ هو انت فاكره انك انت لوحدك اللي جدعه ولا ايه؟ لا طبعا، في ناس اجدع مني بكتير. لا غير صحيح، انا عمري ما شفت لا في طموحك ولا في جدعنتك. طيب انت دلوقتي بقيت كويس، استلم بقى الشركه بتاعتك وحل عن دماغي. اللي انت بتقوليه ده اللي انت سمعته. لا انسي، اسمعي، انت من هنا ورايح هتبقي المديره المسؤوله عن الشركه دي كلها. لا ما ينفعش، انا عندي شغلي الخاص. انا قلت لك سيبي شغلك يا منى. طب ازاي ادير هنا وانا بعمل شركه خاصه ليا؟ ما ينفعش كده، هنبقى اعداء ومنافسين لبعض في السوق. وليه ما نبقاش كيان واحد بس؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان انت بقى كيان كبير قوي وانا لسه يا دوب بحبي، وعشان اندمج مع كيان لازم يبقى قدي او اصغر مني عشان ما يرفعش عينه فيا. مين ده اللي يقدر؟ بقول لك ايه، حل بقى عن دماغي. وانا قلت لك انسي. انا بجد بشكرك على وقوفك جنبي. انا برضو اللي وقفت جنبك، امال انا اقول ايه؟ اصلك مش فاهم، انت مديت لي ايدك وانا كنت بدور على اي حد يساعدني، وانت وقفت جنبي وانا عاجز. بتبالغ. وانت بتهربي يا منى. انا هريحك، أنا عمري ما حبيت مروة ولا فكرت في لحظة إني أحبها. أنا كل اللي كنت عايزه منها إنها توافق على اللي أنا عايزه منها وبس. أنا بحبك. أنا مش عايز أسمع أي رد دلوقتي. أنا عايزك تسمع مني الكلمتين دول وتعيشي حياتك عادي، بس أرجوكي أرجوكي ما تبعديش. ها يا منى، أنا لما فكرت في ليه أنا بحبك بالتحديد ما لقيتش أي سبب واضح غير إني بحبك وبس. أنت عارفة لو كان في حاجة معينة
كنت قلت ان الحاجه دي ناقصاني، واول ما امتلكها خلاص الحب ده هيروح. من الاخر انا كل ما بشوفك احس اني بشوف الدنيا اللي تمنيت اني اعيشها، ولسه لغايه دلوقتي ما عشتهاش. صباح الفل. ده الموسم كله قدامك بين ايديك، هات من الاخر. انا هدي لك كل التصميمات اللي هيطرحها في السوق الموسم اللي جاي، وهنخلي المصانع تنتج لنا نفس الشغل ده باسمنا وعليه التيكت بتاعنا وننزله للعملاء، وهعرفك على اكبر مديرين المحلات اللي موجوده في السوق، نغرق السوق قبل ما هو ينزل شغله. افهم من كده بقى ان مفيش حد هيشتري منه، لان الموديلات اللي عنده هي اللي عندنا، بس الفرق ان احنا هننزلها بدري عنه في السوق وبسعر اقل. الله ينور عليك. لا انا ما بحبش النظره دي، انا شغلي شرعي 100%. طب يلا توكل على الله عشان انا عندي ميعاد مهم دلوقتي. ايه ده فجاه كده؟ طب عن اذنك. السلام عليكم. لا والله العظيم ده كده كتير، كده كتير جدا. هي الدنيا مش هتبطل اللي بتعمله معانا ده ولا ايه؟ حاجة سخيفة. يلا عيب، والله عيب. اهلا، ازيك يا باشا؟ ازيك يا عبد الله؟ اهلا وسهلا بيك. ازيك؟ اتفضل. منور الدنيا كلها. اتفضل يا باشا. ايه شكلك كده مبسوط قوي النهارده؟ اللي يشوف سعادتك لازم يبقى زي الفل. طب قول لي الشغل هنا عامل ايه على حسك؟ باشا بنحو يعني. كنت عاوزك في موضوع مهم، وبيني وبينك انا قلت يعني اعزمك على الغدا في حته ولا حاجه، بس قلت ان المكان هنا في مكتبك هو احسن مكان. يا باشا المكان اللي سيادتك تشاور عليه انا راه من شرطك. القضيه القديمه. عايزين نفتحها تاني ونتكلم عن اللي حصل. ونقول انت قد ايه اتظلمت، وان اللي ظلمك دلوقتي بياخد جزاؤه في السجن. وقبل ما تسالني عن السبب انا هاجي معاك دغري. زينب بتبقى والده ايتم اللي هي قريبه احمد. يعني باختصار كده الجريمه كلها متصله بالعيله. انت فاهمني طبعا. طبعا يا باشا. وانا كنت عارف ان انت كنت قضيت فتره كده في الحاره اللي منها احمد. فعلا. طيب مش هتقول لي بقى مين هناك يقدر يفيدنا؟ افيدك في ايه بالظبط يا باشا؟ هقول لك انا. احمد بقى شخصيه مزعجه جدا، واللي انا بعمله ده صدقني انا بعمله لمصلحته اكتر مما تتخيل. شوف يا باشا، قول لي بالظبط وبصراحه انت عاوز ايه؟ وانا اكون معاك على الموجه 100 100. شوف يا عبد الله، انا اكلمك بصراحه، احنا لو عايزين نسجن احمد ده في لحظه هنسجنه، بس احنا ناس محترمه بنحب ورقنا يبقى رسمي، بنحب نقدم المستندات والبراهين عشان لما يقع ما تبقالوش قومه. طب ايه رايك يا باشا، انا عندي اللي يفيدك في الموضوع ده، اهدى عليا. تمام. الو، ايه يا عم جمال قاطع ليه عني بقالك كام يوم؟ بقول لك انا عاوز اشوفك ضروري، في موضوع مهم عايز اكلمك. يعني الحكايه خلصت على كده ولا ايه؟ لا، هي خارجة على زمة القضية. شوف حضرتك، احنا اعتمدنا على ان التقرير اللي مكتوب بيقول انه خد دواء مسحوب من السوق بعد التداول، وده طبعا صالح والدتك، لان الدواء مكتوب على روشتة من روشتاته الخاصة بيه، وبكده احنا نقدر نثبت انها كانت بتديله الدواء بشكل طبيعي وبحسن نية. يعني كده براءة؟ ما اقدرش اقول لك ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي،
بس خروجها على ذمه القضيه معناه ان احنا ماشيين صح. طب اتفضل. علي يا لولو، علي ايه ده؟ الله يا حبيبي. ايه الزمن ده؟ حبيبي وحشتني. انا ما نمتش من امبارح لحد ما اطمنت انه طلع من المطبعه. ده حلم عمري والله. انت اللي حلم عمري يا حبيبتي. بقول لك ايه، انا عايزه اسافر. كنت لسه هقول لك كده. بس هنسافر امتى؟ دلوقتي لو عايزه. لا انا محتاجه شويه وقت كده عشان اظبط حالي واقول لاخواتي. سمر، انا مش عايز اثار في حياتي، خصوصا حياتي معاكي. انا بحبك، وحب ليكي مش مجرد ارتباط، لا ده حياه كامله. انت ايه اللي يخليك تقول كده؟ مش عارف، حاسس كده انك متضايقه، انك مخبيه حاجه عني. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولي، اتكلمي، انا عايزك معايا في منتهى الصراحه. ما انت عارف ان انا ولامار كنا اصحاب. اذا كان موضوع لامار ده انسيه خالص، مش عايز أي حاجة تأثر على حياتنا مع بعض. أنا بحبك وعايز أعيش معاكي، دي الحاجة الوحيدة اللي عايزك تحطيها في دماغك وتفهميها. أي حاجة بعد كده أنا هقدر أحلها، أوكي؟ حبيبي ميرسي أوي أوي، مش عارفة أقول لك صباح الخير. اهلا يا مرضى. ايه اهلا دي؟ اقعدي بس، خلينا نتكلم. اقعدي. ايه ما قلتليش عملتي ايه؟ اتفضل. اول مقاله ليا. كويس قوي. مش تقراها؟ طبعا هقراها، بس لازم نتفق الاول. نتفق على ايه؟ نتفق على الجواز. هو ده وقته؟ طبعا وقته، وقته ونص كمان. أصل بيني وبينك، أنا لما بطلب حاجة من حد، الحد ده لو اتأخر عليا في الإجابة بتضايق وبتنرفز، ودماغي بتوديني لحاجات تانية وحشة كتير. أيوة جي، بس قرار الجواز من الصعب إن أنا أخده بالسهولة دي. النهاردة؟ نعم. إيه المشكلة؟ ياه، ده أنا كنت متخيل إنك هتبقي مبسوطة وفرحانة. الحقيقة إنه جي. ولا مستنية تاخدي رأي أحمد الأول؟ أحمد؟ أحمد مين؟ لا طبعًا، هو أحمد ابن عمتي، لكن مش للدرجة دي يعني، ملهوش كلمة عليا. طب ما تروحي تقولي له وجيه عارض عليا الجواز، شوفي كده هيقول لك إيه؟ والله العظيم هيقول لك اتجوزيه. إخس إخس، كنتش متخيل إن في بنت جميلة وذكية زيك كده، عيل زي أحمد يضحك عليها بالسهولة دي. على فكرة أنت فاهم غلط. لا أنا فاهم صح، وصح قوي كمان. اقول لك على حاجه، كل خطوه بتعمليها بتجيني هنا لحد المكتب، بس عادي انا ما عنديش مشكله. انا بقول ان انت بنت طموحه وعايزه تعيشي وعايزه الدنيا كلها ما بين ايديكي، ويمكن عيشتك في الحاره هي اللي مأثره عليكي، بس ما فيش مشكله، عامله لك عقده يعني. انا برضو مقدر، لان انا بدات زيك كده من الصفر، عملت كل حاجه عشان اوصل للي انا فيه. فأنا مقدر قوي إن أنتِ خايفة تخسري كل حاجة عملتيها. ما بقول لك أنت فاهمني غلط. أقول لك على حاجة، انزلي من هنا وروحي لأحمد قولي له وريه عايز يتجوزني ومصمم والنهارده، وأنا مش عارفة أتصرف إزاي، وشوفي كده رد فعله هيبقى إيه. أقول لك على حاجة يا مروة، أنا كنت مصمم إن أنا ما أفتحش قلبي لأي حد مهما كان، لكن معاك أنت أنا فتحت قلبي. ولو إحساسي بيكي طلع غلط، أنا مش هفتح قلبي لأي حد تاني مهما كان. إن كان على الملف ده ولا المقال ده أنا هقراه، وأكيد يعني هيبقى ناقص حاجة كده ولا كده، أنا مش هبخل عليكي بخبرتي.
بس مش هينزل الا لما استنى منك رد يا يا لا. اتفضلي تقدري تمشي دلوقتي. اما احمد ده بقى فلو كارت تاني خالص. الو، ايوه حنان. طب خليكي، انا جايه لك، استنيني. سلام. وانت كده هتخليني اتعذب واحتار. وماله؟ عشان تحسي باللي انا حاسس بيه. الله، حلوه قوي الروايه دي. اسمعي. وانا قررت ان انا اترجمها. بس خلي بالك، النوع ده من الروايات بيحتاج لترجمه خاصه جدا. في عيب كبير بيقع فيه المترجمين اللي بيترجموا الروايات الادبيه دي، بيترجموها ترجمه حرفيه، والقارئ بيتضايق من الاسلوب ده، خصوصا بقى لو في حد حديث العهد بالقرايه. لو وقعت في ايده روايه من دي مش هيفكر يقرا تاني. طب وانت رايك ايه؟ انا رايي ان انت تقري القصه كويس قوي وتفهميها، وتفهمي ما وراء السطور والمعاني اللي ورا الجمل، وتترجميها ترجمه سهله وبسيطه وجميله زي كده، فالقارئ يفهمها بسرعه. انت لغز كبير، كبير قوي. لا لغز كبير ولا حاجه، بالعكس انا سهل قوي وبسيط قوي وبحبك قوي قوي قوي. طب وبعدين؟ ولا قبلين، انا بصراحه مش قادر ابعد عنك اكتر من كده، وعايز اعيش معاك العمر كله، واي حاجه انت عايزاها انا هحققها لك على طول. صدقيني يا كاميليا، أنا عمري ما حسيت الإحساس ده قبل كده، لدرجة إن أنا مستغربة. والله. أنت عارفة أنا لما كنت بشوف واحد بيحب واحدة وقاعد سرحان وبيفكر، أقول إيه الغبي ده؟ أنا دلوقتي بقيت الغبي ده. كاميليا، إحنا عايزين نعيش مع بعض العمر كله، نكسب من الزمن أحسن ما فيه. ماشي؟ هستناك عشان نتغدى سوا. مروه، انا قلت اجي واقول لك. تقولي لي ايه؟ مروه، هو انت مش معايا؟ بقول لك مدحت قال لمنى ان هو عايز يتجوزها. هو انت ناسي ان هو كان عايز يتجوزك انت؟ هو ايه اصله ده؟ هو انت مش شفتها؟ هي منى ازاي تعمل معاكي كده وتاخده منك؟ هو انت حبيتي قبل كده؟ لا طبعا. انا لازم امشي وابقى اكلمك. مروه، هو انت هتعملي ايه في اللي انا قلت لك عليه؟ هكلمك بعدين. هو ايه اللي بعدين؟ مروه، شوق،